جيلنا في المقاولين كان كويس جدا، حتى بعد ما صلاح والنني مشي يعني، كان زيكا، محمد فاروق، كان باسم علي، كنا جيل كويس. الواد محمد رزق، محمد رزق اللي هو في اسوان في دلوقتي بتاع أسوان سموحه، اه كنا جيل كويس جدا. كان بعديها رزق وباسم راحوا الاهلي وفاروق راحوا التلاتة، الأهلي. راحوا الاهلي التلاتة، راحوا الاهلي. اه كان كنا المفروض يبقى معاهم علي فتحي. كان المفروض اه كان في كلام فعلا في النادي الاهلي، بس يعني ما اتظبطتش السنه ديت. قالوا لهم أربعة كتير. اه غالبا اه كان تلاتة كتير، كان كابتن علاء صادق اعتقد، صح كده اه، هو كان مدير الكرة، هو اللي جه خلص التلات لعيبه. بس كان السنه دي كنا كويسين جدا يعني، كنا يعني الامور كانت كويسه قوي بصراحه. بعد كده رحت مديرة. بعد كده بقى السنة اللي بعديها، بعد ما الشباب راحت الأهلي، كنت أنا محمود عزت، رحنا كان جاي لنا عرض في ناسيونال ماديرا عن طريق عبد الرحمن مجدي، وكان جاي لنا عرض برضو في رومانيا، لكن أيام باشمهندس شريف حبيب حتى اتكلم معانا وبتاع، وكان عرض الفلوس الماديا أحسن في ناسيونال ماديرا، وبرضو احنا حسبناها برضو. كان هناك صالح جمعة، كان مسابقنا قهوة صالح المصريين بقى. كان ساعتها صالح وعلي غزال هناك. وفي السنه دي برضو محمد ابراهيم راح ماريتمو، اه راح ماريتمو، كان مروان محسن راح برضو، مروان محسن راح من بتروجيت اعتقد، من روح الاسماعيلي، هو راح حسام حسن. هو حسام حسن عليك نور. كنا ساعتها، كان ساعتها كان بيقول لك ميكروباص طالع من مصر رايح البرتغال اه. فبس بعد كده بقى رجعنا من يرجع ايه؟ رايح جاي آه كده. لا يعني لعبنا، خلصنا السنه، وكابتن حسن شحاته كان جه مسك المقاولين العرب وكلمني وانا هناك، قال احنا هنقطع عرضك انت محمود عايز عشان محتاجينك. جيت استعدت كويس هناك بس اه لعبت الظروف حوالي ما 3 4 ساعدتكش ماتشات شوية. اه هناك. طبعا انت عارف الموضوع برضو، خلي بالك ناسيونال ماديرا مش فرق توب في البرتغال، برضو في الدوري البرتغال، بس هي من الفرق الوسط، فالموضوع ممكن ما ساعدش شويه اذا كنت انا ومحمود عزت. آه رجعنا، رجعنا بقى كملنا مع المقاولين العرب، كان ايام كابتن حسن شحاته كان ما هو موجود، وكملنا معاهم الموسم كله. وبعد كده رحت الانتاج الحربي اعاره، انا رحت اعاره، بس رحت عشان كنت بتعرف في المقاولين. رحت اخر بقى كام ماتش ما لعبتش. آه كابتن شوقي غريب يعني، ده طبعا يعني بديله التحيه لان هو ده فرق معايا جدا كابتن شوقي يعني، في مدربين كتير بس كابتن شوقي غريب ده بالنسبه لي في حته تانية خالص. آه كان ساعتها الانتاج الحربي لسه صاعده ساعتها بقى، لما جابت النجوم كلها ساعتها كابتن منتخب شوقي مصر كان كله بقى، هو كله اولا طبعا الانتاج ده مؤسسه حاجه قمه في الجمال يعني، يعني بشكرهم طبعا لان هم فرقوا معايا برضه. لكن برضه كابتن شوقي غريب كان ليه عامل في حاجات كتير قوي، ان برضه يجي لك زيدان، فبرضه دي مش سهله، يجي الانتاج الحربي، انا عايز الانتاج اعرف الحربي منك بقى، انتوا قاعدين في اوضه اللبس مره واحده زيدان اه نزل عليكم يعني. انا عرفت ان كابتن محمد فضل وفيتو فتح الله، كابتن فتح الله وصلاح امين، الثلاثه دول عرفنا ان هم موجودين، وكابتن امير عبد الحميد، دول من الناس الكبار. فبدانا بقى اللي يجي علي فتحي، كابتن شوقي يكلمني قلت له طبعا يا كابتن بس منتخب بقى الاولمبي اعاره بتاعكم. اه عليك نور. رحنا بقى، رحت انا سنه اعاره، لقيت بقى هناك شهاب، مجدي احمد مجدي، لؤي، محمود رزق، كل دول جم، عامر عامر عامر، كنا احنا دول الصغيرين بتوع الفرق، الكبار بقى ما شاء الله حدث ولا حرج بقى، جاب بابا اركو، كابتن شوقي جاب بابا اركو. بعد كده شويه بعد ما جدو الدنيا مش جده طبعا، بعد كده شويه بقى لقينا زيدان جاي. طبعا الموضوع كان كبير جدا يعني، حاجه كان اولا كان سبوت بالنسبه للنادي الانتاج الحربي في مصر، ان كميه النجوم دي اصلا موجوده، انت لسه بس. انا عرفت ان زيدان اول لما دخل اوضه اه لبس كان الانتاج الموضوع صعب الحربي عمل قال حاجه، كان قال الموضوع الجمله انت هتقول عليها دلوقتي. لا هو زيدان يعني، بس هو كابتن زيدان هو انا برضو ما اعرفوش قوي برضو، خلينا برضو نبقى صراحه، ان هو 6 شهور بس ما اعرفوش زي اللعيبه الكبيره طبعا، لكن هو برضو عايش عيشه اوروبا، هو الموضوع طبعا مختلف، خلي بالك برضو يعني طبيعي ان هو يجي الموضوع يبقى مختلف يعني، فاهم حاجات اصلي، في حاجات داخليه كده كتير حصلت طبعا مش هينفع نتكلم فيها، لكن برضو هو الموضوع بالنسبه له مختلف ده يعني، أزمات كتير حصلت. ازمات كتير، لا كتير، هو مش متعود اصلا، انت برضو انت بتتكلم واحد يعني بروسيا دورتموند، نظام اوض ما كانش، الشوزيهات، الحمامات، طبعا الحاجات دي مختلفه خالص هنا في مصر، فاهم ده طبيعي يعني، مش الانتاج الحربي بس، في كل الانديه. هو جه 6 شهور جه 6 شهور عمل كم أزمة اه فيهم بقى. ازمات كتير يعني، ازمات كتير، بس هو برضو يعني في الاول والاخر كان مكبر كابتن شوقي غريب يعني، كابتن شوقي غريب يعتبر كل الجيل الكبير ده ولاده،